مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده دائما وابدا مثل ما عودناكم في برنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي نطل من خلال عليكم في خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الرحمن عز وجل. برنامجنا مثل ما عودناكم راح نحكي فيه بالعديد من القضايا اللي تخص هذه الرياضه، رياضه كمال الاجسام. ويمكن كثير من الناس عنده أخطاء شائعة في هذا الشهر، إن شلون يسوي دايت أو شلون يزيد الكتلة العضلية، شلون أخسر الوزن، كل هذا وأكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقة اليوم مع كابتننا المميز اللي راح يكون معانا، لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني ارحب باسمي وباسمكم في ضيفي المميز والخلوق مثل ما عودنا دائما وابدا في معلوماته الراقيه، كابتن عبد الوهاب العويس. اقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، نورنا ومشرفنا ومبارك عليك الشهر الطيب. علينا عليك تبارك، طول العمر. الله يسلمك. مثل ما عودنا كابتن عبد الوهاب، احنا دائما في بدايه كل حلقه عندنا سؤال الشارع الرياضي او سؤال السوشيال ميديا بشكل عام. كثير من الناس يلتبس عنده الموضوع في موضوع التسخين او عمليه الاحماء ما قبل التمارين، وايضا الكارديو ومدى اهميته في هذا الشهر الفضيل. الناس اكثر الناس لو نلاحظ سواء الاندور او اوتدور يكثرون من الكارديو في هذا الشهر الفضيل، شنو السبب؟ اول شيء نتكلم عن التسخين، التسخين نوعين، نوع حركي، نوع ارفع فيه نبض قلبي، بما انه هو الكارديو. نتكلم عن الكارديو بشهر رمضان بالذات. يفضل ان نلعب الكارديو خصوصا الناس اللي تبي تنزل وزنها، يلعب قبل الفطور لا يكثر اكثر من ساعه، يعني الفطور الساعه 6، انا 5 العب كارديوي، اخلص الكارديو ارد البيت اخذ وجبتي الاولى، ابدي وجبتي الاولى بعد الكارديو. اما الشخص اللي بيحافظ على وزنه او على كتله العضليه ما انصح انه يلعب كارديو قبل الفطور، خلي كارديوه بعد التمرين، بعد تمرين المقاومه والحديد يلعب الكارديو. طبعا ما يلعب الكارديو الهيفي نفس الايام العاديه، لا يقلل المده، اذا كان قبل كان يلعب 20 يلعب 40 دقيقه، يلعب الحين 30 25 بدون لا يسبب اي جهد زايد على نفسه، لان فتره صيامه طويله السوائل ما في، السوائل قام ياخذها من فتره الساعه 6 للساعه 4، يعني لما يدش التمرين الساعه 10 ولا الساعه 9 السوائل قليله بجسمه، فمو بحاجه انه يلعب كارديو عالي ولا متعب ولا لا، خله نورمال. يعني انت خل طاقتك بتمرين الحديد، وزع الطاقه، خل الطاقه الزايده اللي عندك او الجهد الاضافي اللي تبي تسويه سوى بتمرين المقاومه. تمرين المقاومه يحرق وايد سعرات حراريه، صحيح، ما يتقارن بالشغلات الثانيه، بس ان انت لا تخلي تمرينك متعب بالمقاومه وبالكارديو، لا خله بالرياضه المقاومه وخلت الكارديو شيء بسيط. اذا نتكلم عن تمرين الريل، تمرين الريل انا افضل تسخين يكون القاري، اسخن 10 الى ربع ساعه، ارفع حراره الجسم، سخنت العضل، اروح اسوي استرتشات، ادش تمرين. هذا انا اقول لك لما تتكلم عن التسخين سواء كان حركي او من خلال جهاز الكارديو. بالريل اسخن بالقاري، التمارين الثانيه اسوي استرتشات احماء حركي، ادش التمرين العضلات الاخرى. بعد التمرين اذا انا كان هدفي احافظ على وزني ما العب كارديو قبل الفطور، هذا طبعا اقدر اسويها، بس يفضل ان العبها بعد التمرين، يعني انا بحافظ ما بخسر وزن. اما الشخص اللي بينزل من وزنه انصحه يلعب الكارديو قبل الفطور، مو اكثر من ساعه، لا تتعدى الساعه. الايام العاديه تسوي ساعه، انت عندك اكل، عندك فتره السماح طويله تغطي احتياجك بالاكل 5 وجبات، فتره رمضان انت ما تقدر توصل 4 وجبات، فهذا اللي يفرق خلال رمضان او قبل رمضان. فاكيد دائما احنا بما ان تركيزنا في هذا الشهر الفضيل على مثلا اغلب الناس يقول انقاص الوزن، فالكارديو جدا مهم. خلينا نطلع من جو الكارديو ونروح حق موضوع الجاكوزي والبخار والسونا وهالامور.
كثير من الناس يستخدم هذه الأمور. الإصابات العضلية، توصلنا أسئلة عن الإصابات العضلية، الجاكوزي والسونا والبخار والماء البارد، هذه البرجة اللي دائما نشوفها يبشون فيها الماء البارد، لهم فوائد في عملية الريكافري؟ أكيد، من أهم أنواع الريكافري اللي تسويه بعد أي إصابة أو بعد أي مجهود. نتكلم أن تمرن تمرين هيفي، تمرين ريولة أو تمرين عضلة كبيرة، يفضل أنك أنت تروح للجاكوزي أو السونا، أو هذا كله نوع من أنواع الريكافري، استرخاء عضلي، استشفاء عضلي. فيفضل ليشملهم كلهم السباحة. السباحة تحرك فيها سعرات حرارية، تسوي استرخاء للجسم، تحرق سعرات حرارية وايد عالية، ومنها أنت ريحت الجسم، خصوصاً إخواننا مصابين الديسك. لما أنت تتجه للسباحة تخليها بشكل يومي، أنت عالجت يمكن شيء كبير. نقول 70%. 70%، لأن أهم علاج للديسك سباحة. سباحة. روح عند أي دكتور يقول لك نفس الكلام هذا، أنت علاجك الأساسي السباحة. زائد أنت حارق سعرات حرارية عالية، زائد أنت مسوي استشفاء عضلي، فالماء البارد، الماء الحار، السباحة بكل أنواعها من أهم أنواع الريكفري خلال بعد التمرين، أو تخلي لك يوم كامل خلال أسبوع، يوم الأوف تسوي ريكفري حق تعب 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 أسبوع كامل من التمرين، تخلي يوم أوف. في ناس عندهم يوم الأوف بس انسدح وآكل، لا في ناس عندهم يوم مفتوح، لا مو يوم مفتوح، وجبة مفتوحة، وما تحتاجها إذا أنت جسمك مو ذبلان ولا جسمك مو مرهق مو تعبان، ما تحتاجها. أنت تحتاجها إذا الشخص اللي أنت تابع حالتك شاف ان جسمك ذبل، شاف جسمك انك تعب، يعطيك الوجبه، يقول لك اكسر شوي، يقول لك اكسر عشان يسوي ريفرش حق عمليه الحرق. اما في ناس دارج عنده كلمة انا خلي يوم مفتوح، لا انت سببت مشكله، انت سببت من يوم السبت للخميس انت دايت وكارديو ملتزم 100%، تي يوم واحد تخرب هالاسبوع كامل، ممكن تسبب ترى ممكن تصير مشكله صحيه. أيه. على الكبد، على الكلى، على البنكرياس، انك انت تحرم وترد تعطي. أيه. فجاه انت صمت على السكر وعن الدهن، فجاه بيوم واحد كثافه. أيه. ممكن تسبب لك مشكله وايد اجزاء بالجسم. اكيد طبعا. فان شاء الله نتمنى ان العقليه هذه شويه تختلف عندنا من الشباب الرياضي اللي صار هذه الرياضه، وان الاوبن ميل مو اوبن داي، وقت احتياج. اي وقت الاحتياج، انه ما يكون خلاص كل يمعه انا بس معزوم، انا اليمعه اوبن ميل. مو ضروري اذا كان جسمك زين واذا انت وضعك زين وجسمك مو انت بحاجتها. ما انت بحاجتها. لان اخوي عبد الله بقول شغله، الشخص اذا كان ملتزم بدايت طويل، مين ياخذ الاوبن ميل ممكن تسبب له حارج، ممكن تسبب له مشاكل. اي لان المعده خلاص اي انا كنت مو بحاجتها. في ناس، اغلب الناس اللي بياخذ اوبن يكون بس رغبه، مو احتياج، بكافئ نفسي، مو احتياج. انا وصلت حق مستوى زين، ابي اكافئ نفسي بفتح. جت فتره انا في لاعبين اقول له اخذ وجبه، يقول لا انا اتعب لما اخذ وجبه مفتوحه بعد فتره دايت طويله اتعب، فما احتاجها. اقول له لا انت تحتاجها، جسمك تعب، جسمك يحتاج. يقول مو مشكله بس انا اسبب لي حارج، اسبب لي مشاكل. اقول له ما يخالف تحمل، لان جسمك يحتاج الشيء هذا. بس يقولك من اسبابها المشاكل الحارج، ما حارج، يقولك لا والله ماني ماكل، بس انت تحتاجها هني تاخذها، خير لما اخليها يوم مفتوح. أيوة. يوم مفتوح سبب مشاكل كبيره بالجسم، فجسم عن جسم يفرق بالنهايه. واكيد هذه الوجبه للي يحتاجونها. بالضبط. اللي ما يحتاج الوجبه مش بالضروره انك انت اليوم تاخذ هذه الوجبه اذا جسمك كان سليم وجسمك كان زين. فنتمنى هذه المعلومات البسيطه تكون وصلت حق الساده المشاهدين اللي يحبون هذه الرياضه بشكل مبسط مثل ما عودنا كابتن عبد الوهاب العويس. طول عمرك، مشكور وما قصرت على حضورك. ساعه مباركه، ساعتك ابرك حبيبي. كذي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام وقفال حلقة اليوم، على أمل نلتقي وياكم إن شاء الله في حلقة جديدة. دائما وأبدا تابعونا في برنامج Muscles Rebuilding يوميا على قناة كويت سبورت في تمام الساعة الثالثة والربع مساء. في أمان الله.